السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخوت بخير عليكم، كل شيء مزيان، أحوال ما كيميش هوش، ولله الحمد، نتمنى بخير وعلى خير يكون كل شيء إن شاء الله بإذن الله. اليوم إن شاء الله اليوم السبت، اليوم السبت الخوت، اليوم صامدي بالفرنسية صامتي السبت، وغدا الحد. اليوم كيف قلنا اليوم 11 في الشهر، نعم اليوم غا 10 بنيتي حيت شتا قويلة أنا في التليفون. الخوت راه اليوم إن شاء الله كيف كتلاحظوا تماما، ها هي اليوم هادي راه جوج قسمين، حط التليفون كان يطيح التليفون. اليوم 10 في الشهر، اليوم السبت الخوت 2023. الحمد لله راه جيت في الصباح الخوت من الخدمه باذن الله، وطلقت هنايا الشنابور، عطيتهم التخليطه، ما عطيتهم الشعير، عطيتهم التخليطه كلاو تعرقوها مزيان، وان شاء الله راه دابا غادي نطلقهم، عطيتهم شربوا كلشي ناضي ناضي كنادي كما يقال، الحمد لله والشكر لله. دابا ان شاء الله ضروري غادي نطلقوهم، الله يعطيكم الصحه على القضيه ديال الحسانه، الله يعطيكم الصحه الخوت. بالنسبه لليوم راه باقي لحد الساعه الخوت ما كاين حتى شي حاجه، كيف كتلاحظوا السبوتنيك هي خاويه، نتمنى انها تعمر. غادي نحيدوا دابا هذا الكرياج هذا وغادي ندوزوا الخوت. اول حاجه غادي نديرها وهي غادي ندوزو دوك الحميمات في الكونستاتاسيون، سير وريهم الكونستاتور شحال مقيد فيها. كيف قلنا الخوت غادي ندوزو دوك الحميمات ونحيد لهم لي باك مانيتيك، لان كيف لاحظتوا العام صافي سال، الله يجعل البركه. عندنا شحال من حمامه؟ عندنا ثلاثه الحمامات على ما كنظن، ثلاثه كملت 9 ياك، 3 6 7 8 9 ثلاثه الحمامات كاين ذكر، غادي نشدو هو الاول ان شاء الله، داك الدفلي اللي جا الاخراني، وباقي مسكين صفر الخوت، راه كيبان فيه بانه مهلوك، بانه بحال الا ما راه ماشي ديالي. ها هو الخوت، حنا غادي نحيدو ليه حتى. شدي انت الكونستاتور، شدي الكونستاتور صوريها مزيان ملي غندوزو رجليك حلا تبارك الله. انا الخوت سمعوا الكونستاتور شحال تماك، 6 ياك، وشوفي مزيان هيا تماركات 7 الخوت. ومن بعد كيف قلنا نحيدوا ليه هذا الباك مانيتيك، لان الخوت واحد القضيه نقولها لكم بالنسبه لي باك مانيتيك من الاحسن، حيت شحال من واحد تيخليهم في الحمام، يا راه تخليهم ورا هادو دايرين. انا راه واحد العام قلت بغيت نعرف الباك مانيتيك، هو هذا الخوت، بغيت نعرف الباك مانيتيك شنو فيه. شديت والله العظيم ما نكذب عليكم، حيت علاش ديما اثنان اللي يتعلم المستحي والمتكبر، اللي كيتكبر واللي كيحشم وهذا وهذا. قلت والله تنعرف شنو كاين الداخل، شنو لقيت فيها الخوت، لقيت فيها كاين بحال السيركوي اللي كيكون في الراديو، داك السيركوي ديال الصاوت ولا بحال هكاك، بحال هذاك اللي لقيت هنا، بحال الا فيها واحد البوله هنايا، واحد البوله وهابط فيها واحد الخيط ديال الضو، فيها السيركوي هنايا الداخل، حيت ديجا بديت كنكرطها بالموس، كنكرطها حتى وصلت لذاك السيركوي. هي الحمامه الاولى الذكر هو كونستاتينا ان شاء الله. ها هو درنا ليه الباك فانيتي الاخر، الطيطاقه ديالو رجلي راه باقا كحله الخوت، رجلي راه باقا كحله الحمد لله. منين جا ها هو، سير اوليدي ارتاح. هنا عندنا الخوت جوج جنتيوات، اجي تشوف واحد جنتيوات فين بيضو، اجي هانت هانت يا مام. هاد الدفليه سيف ابيض، وهادي هاد البدعيه نا طوبيا سيوفا بوي. اجي اجي خويا عمر، انت خويا عمر اختار، اخويا عمر كاين هاد النتوه هيا، انا خويا عمر اختار، كاين هاد النتوه هيا راه بجوج مبيضين، كاين هادي دفليه فيها سيف ابيض هي هادي، وكاين هاد الطوبيه هادي بلا ترجع الزوم، كاين هاد الطوبيه سيوفا بوي راه بجوج. هاي هادي نعسات، هي نعسات على البيضة، كيف كتلاحظ هي نعسات على البيضة، هي هادي كاينة، هادي سيف ابيض وكاينة هادي سيوف ابويض، اختار اللي حبيت يا خويا عمر. يلا تحياتي لكم والخوت، غادي نكونستاتي الاخرين وانا معكم الله يرحمكم. تيوات الخوت هما هادو، هادي يا خويا عمر، هادي راه كان ديكلاري بها، عندها شي ثلاثة تشواه، هاد النتوة هادي راه دوك جوج تيوات راه خوتها ان شاء الله. يلا شدي الكونستاتور، حنا ان شاء الله الخوت، وسمعوا حتى ديك الطيط غادي تسمعوها، الحمامه الاولى سمعتوها طيط، والحمامه الثانيه هي هادي، صافي الله يجعل البركه. دابا ها
سعود تبارك الله الحمد لله. ومازال غادي يبان ضروري غتبان شي حاجه باذن الله. بقات ليا 8 الحمامات كيف قالت لي فاطمه الزهراء. دابا غادي نحيدوا اليوم الخوت لي باك مانيتيك ان شاء الله. واخا شاد جوج حمامات راه ساهل باك مانيتيك يتحيد. يلا خليكم معنا. انا الخوت الحمامه الاولى هي حيدنا لها الباك مانيتيك لان كيف قلت لكم الخوت من الاحسن ومن المستحسن ندخلوا هذه الحمامه وانا جاي خليكم معايا. بالنسبه للخوت لي باك مانيتيك راه مجرد سيركوي تيكون فيهم هنا لداخل. ها هي هذه راه محلوله سبحان الله العظيم. شوفوا الخوت راه محلوله. هذه راه الباك مانيتيك ديالها محلول. ها هو لقيتو محلول الله اعلم مالو ولا انا كنت حليتو اللي يمكن وحبس داكشي اللي يمكن اللي كاين. الباك مانيتيك هو محيدينو كيف قلنا راه مجرد سيركوي اللي كيكون داخل راه الا بقات راه كيتحرقوا. راه بالنسبه لهادو راه ممكن يتحرقوا ممكن يتحرقوا. من الاحسن كنحيدوهم على القضيه ديال الشمس وهذا حيت على بلاستيك. راكم عارفين الميكا راه مع الشمس كتقصح كتهرس كتذوب كات اللهم نشدوها ونخبيوها. انا غاديرهم في ميكا لي دابا غادي نهبطوهم ان شاء الله. دابا غنتولعوا ان شاء الله في الشنيبره الخوت. حنا غادي نخرجوهم وغادي نعزلو غير الوليدات. بالنسبه للحمام الكبيره ما غاديش نخرجو ان شاء الله ما غاديش يخرج. غنخرج غير الوليدات. يلا خليكم معايا حتى نخرجهم وانا معكم والله يرحم. على بركه الله حنا غادي نطلقوا الوليدات ما عرفناهم شنو غيديروا. وراه كاينين شي وليدات فيهم راه عطيتهم كيف قلنا كلاو وشربوا الماكله راه كلاو وشربوا ولله الحمد. حنا دابا غادي نخرجوهم. بالنسبه لذاك البدعي وذاك البيض البدعي والبيض راكم عارفينهم يلا طايرين غير فوق الحيط ونازلين. هما كيف كتلاحظوا هما كيخرجوا. هما غادي يخرجوا يتشمشوا شويه الخوت وراه بانوا لي قادرين يطيروا. هما خرجوا تبارك الله. دابا من بعد اسبوع ديال الشجنه الخوت الوليدات هما كي كتشوفوا اسبوع ديال الشجنه. شوف هاد الطويبي محروق خايف. وكاينين واحد جوج الخوت كيف قلنا راه من شحال هادي ما خرج جاوا واحد الطاق. هما بداو يطيروا. انا الخوت كيف كتلاحظوا دابا غادي نخلي الباب محلول وغادي نخرج. عندك الا ما يعرفونيش يقدروا ما يعرفونيش مع حسنت كيف قلنا الخوت مع حسنت يقدروا ما يعرفونيش الله اعلم. انا الخوت كيف كتلاحظوا الحميمات حنا طلقناهم نتولعوا فيهم شويه. راه سيمانه الخوت وحنا شاجنينهم وكثر من سيمانه على ما كنظن والله اعلم كنقول كثر من سيمانه. بالنسبه لذاك البدعي راه ما عمرو طار لا هو ولا ذاك البيض يعني حدهم فوق تماك فوق الشجنه. ودابا راه بانوا لي في هذا الاسبوع راه هما طوالو وكبارو يعني راه تبارك الله راه كبارو. وبالنسبه للوليدات الاخرين راك كوم عارفين كاين الحمامه اللي طارت كاين اللي ما طارتش. هانتوما كيف كتلاحظوا انا الخوت كيف كتلاحظوا هما كيحنقزوا كاملين ولله الحمد. ويقدروا يطيروا دابا هادو راه طاروا يقدروا يعليو لان راه كاينين الخوت اللي قاطعين التبسبيس لانهم مابقاوش كيبسبسوا بحال بداو كيقرحوا. ها هو البدعي طار ها البدعي الخوت طار ها هو فوق الخيوط. خاصني من بعد نحيد لهم داك الخيوط خاصني نحيدهم. دابا سالا ونطالق. دابا صافي سالا ونطالق. بالنسبه للكلاسمون الخوت في مجموع النقاط الحمد لله راه تكلاسينا الدوزيام في مجموع النقاط واخا ما ديكلاريناش مزيان في هذا المطلق لان كنا داك البرومي ديال مجموع النقاط ديك البرومي كنا رابحين بامتياز يعني راه كنا كنديكلارو مزيان وفي توقيت مزيان عليها كنا رابحين البرومي بامتياز. هذا ما كان ولله الحمد وراه الامور طيبه كيف كنقولوا. دابا راه مكلاسي انا في الثاني. مالو الرتبه 17 مزيانه. من مزيانه راه 15 كاينين 15 فقط كيف قلنا الخوت 15 فقط حنا تكلاسينا 17. وبالنسبه لمجموع النقاط مجموع النقاط راه تكلاسيت انا الدوزيام في مجموع النقاط. هذا ما كان حنا نخليو الحميمات يحنقزوا بحال هكايا و 100% الخوت غادي يطيروا كيف قلنا الحميمات غادي يطيروا 100%. نسيت واحد القضيه الخوت غادي نعزل واحد الشنيبير الدفعه معطى الرقم الله اعلم واحد الوليد انا غنجيبو لكم وغادي نعطيه نص ديال الفلاجيل ان شاء الله. كيف قلنا الخوت واحد الشنيبير واحد الشنيبير واش طار شي حمامه طارت ولا لا شت الحمام مخلوع؟ لا 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 ما طارتش.
هذا خايفين من الزرزور الخوت. انتوما شوف الحمام، شوف تبارك الله، شوف شي تصويره بنيتي معاهم، شي تصويره حاولي تشديهم كاملين تبارك الله. خايفين من بوعميره كيف قلنا الخوت. هذه بالنسبه للفلاجيل غادي نقسموا نص، نعطيو لذاك الوليد وغادي نديروا ليه التقطيره ديال القميله وغادي نخرجوه ان شاء الله. هي فلاجيل هي هذه، وغادي نعزلوا واحد الوليد، اول وليد عندنا في هذه المره. قلنا الخوت شنبور هو طار ليا واحد الشنيبير، هو جا هو هبط، طار شنبور طوبي وهبط. بالنسبه للشنبور اللي غادي نعزلوا هو هذا، اللهم بارك، وباقي فيه الصفوريه الخوت في الراس كيف كتلاحظوا. هي الصفوريه باقا ليه في راسو. حنا غادي نديروا ليه هذا الفلاجيل، هي هذه الخوت فلاجيل. ها هي، ها انتوما دايره معايا لاله فاطمه الزهراء. وغادي نديروا لي ديك التقطيره، خليكم معايا نجبدوا زيت الخوت. بالنسبه للانتي بارازيت هي هذه، ضروري كنديروا لي هذه، راه كدير عام، دير لي غير قطره وحده. وليني راه شوف هذه، انا كنصحكم الخوت بهذه. بالنسبه لديك القميله اللي كتاكل الريش، والله ما لا انا كنحلف بالله، والله لا دارت عندكم ديك القميله ما تدورش. بالنسبه للحمامه عام حنا كنديروا لها انتوما الخوت هنا على اللحم، ما بين الريشه واللحم. صافي درنا لها قطره وغادي نطلقوا الشنيبير. ها هو الخوت، ها هو الشنيبير. الحمام غادي يطير، ضروري الحمام غادي يطير 100%. الخوت الحمام غادي يطير ان شاء الله 100%. انا كنقول 100% الحمام غادي يطير. ها هو طار واحد، ها هو طار، ها هو طار واحد، راه هبط كيف قلنا. نقدر الخوت شنو عرفتي شنو غندير لهم؟ غادي نحط لهم الماء يدوشوا، الا بغاو يدوشوا غندير لهم الماء ان شاء الله. خليكم معايا نعمر لهم البانيو د الماء ونحطوا لهم هنا. دخل 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 دخل. كيف كتلاحظوا الخوت الحميمه تا هما كياكلوا كيرعاو في الارض، راه عمرنا لهم داك البانيو، ربما يبغاو يدوشوا الله اعلم. ماشي الا بغاو يدوشوا يلقاو فاش يدوشوا، هما كيهبطوا كاملين. حنا راه حسبنا العدد اللي عندنا شحال من حمامه، وان شاء الله في العشيه غادي نشوفوا العدد واش هو هذاك ولا ناقص ولا زايد ولا تعرفوا من الزياده من راس الحمق. ونتمنوا انه ما يكونش ناقص الحمام وصافي. وبالنسبه للخوت داك ذكر الله، راه اليوم ان شاء الله درنا ليه واحد العفو، درنا ليه اليوم العفو ان شاء الله. غادي نطلقوه لانه راه بان ليا قرح واحد شي شويه، ما حدو كبر. حنا غادي نخرجوا غاب شويه علينا وغادي نمشيو ديريكتومون عند ذكر الله. وغادي هذا غادي نوكلوا دابا الحمام برودكسيون الخوت كياكلوا ليا بزاف، غادي نوكلوهم دابا ان شاء الله. نخليو هادو راه حطينا لهم الاكل ديالهم، وغادي نمشيو نوكلوا نطلقوا الحمام، نطلقوا هذا. اجي تشوفوا معايا، راه عطيناه ياكل الخوت، راه واكل شارب. شنو غندير ليه؟ ما غنجري عليه ما والو، ما غادي نجري عليه ما والو. غادي نحليه الباب الخوت وغادي نخليه يخرج بوحدو، لانه يقدر الله اعلم يقدر يرجع. انا تنقول حنا غادي نديرو بحال هكا. هنا كيف كتلاحظوا الخوت غادي نغطيو ليه هذه كيف قلنا، على ود الشمس راه هكا مهلين فيه الحمد لله، راه الشتي ولا خواف. غادي نحليه الباب كيف قلنا، غادي نحليه الباب وغادي نخليه يخرج تابي الله. لا ها هو حلينا ليه الباب، غنعطيو بعدا شويه ديال الدره البيضاء، عزيزه عليه الدره البيضاء. خليكم حنا غادي نعطيو شويه الخوت ديال الماكله وغادي نحلو ليه الباب، ربما الا بغى يمشي. غادي نحيدو هاد خيتي من حداه، هاد خيتي هادي تقدر تخلعو الله اعلم. غادي نحيدو هاد خيتنا هادي نحطوها هنايا، مسكينه راه معدي عليها تا هي كت الشمس، الشمس بزاف عليها، نقلب ليها وجهها وربما بدا تخلع عليا الحمام. صافي حيدو تا هاد الباش حطوه هنا، هادشي واخا عندنا مرون هادشي هذا. كيف قلنا غادي نحلو ليه الخوت الباب وغنديرو ليه شي خيط على الباب ولا هذا، ولا نديرو ليه غير القرعة ان شاء الله. صافي هانا الخوت، اجي رجع اللور، رجع اللور، اجي اجي فحالك. هو كياكل، راه كياكل نص نص طالق الحمام، ما مشكل. يا لطه شوف الحمام الخوت كي داك، شوف
الحمام شاف داك الحمام شوف كي ولا دايره. تي الا مشات عنده شي حمامه غنتقلق عليه، الا شد ليا شي حمامه والله تنتقلق عليه. كيف قلنا الخوت راه حلينا ليه الباب، شوفي الباب، الباب وما كيبانش لك، راه زين الباب راه محلول صافي ان شاء الله يخرج وقت ما بغى. يلا الخوت خليونا مع الحميمات، وقت ما بغى يخرج يخرج، نبقاو مولعين مع الحميمات ان شاء الله. تحياتي لكم الخوت. بالنسبه لذكر الله، بالنسبه لذكر الله وخرج الخوت راه واحده القرعه كيف كتلاحظوا. اذكر الله الخوت راه وخرج، راه واحده القرعه كيف كتلاحظوا، راه وخرج بوحدو كيف كتلاحظوا الخوت. اذكر الله كيف قلنا راه هو بوحدو خرج، راه حليت ليه الباب باش يمشي توكل على الله يقلب على رزقه، لانه بان لي راه قصح شويه يعني راه ما بقاش ضعيف، وهذا راه ولا تبارك الله ولا شويه صحيح. راني حليت ليه الباب، قلت ليه مساك مجراك، وما جريت عليه ما والو، راه كيرعى تما كينقب كيف كتلاحظوا. ديك الماكله اللي كانت ديجا طاحت ليه ديال الدره البيضاء وداك الشيء راه كينقب فيها. ونخليه ديك الساعه بغى يبقى الى جابات تماك، راه ما غاديش نقولوا ليه لا، نبقى نعطيه ماكلته يبقى طاير. المهم انه غادي يكون تكون عنده الحريه كيف قلنا الخوت، المهم انه تكون عنده الحريه. حنا ما غنجريو عليه ما حتى شي حاجه، هو كيشوف او بغى يطير فوق البارابور، كنبغي يطير فوق البارابور الخوت. شوف 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 باغي يطير فوق البارابور، كان غيطلع فوق البارابور، ها هو بغى يطير، راه باغي يطير كيف قلنا، راه باغي يطير، ها هو غيطير. ها نتوما ردوا البال ان شاء الله غادي يطير. خليو على خاطر الخوت زعما ما نجريو عليه ما حتى شي حاجه، راه كياكل ديك الماكله اللي ديجا قلنا طاحت ليه، هذيك كانت تحت القفز، راه مزيج ديال الذره البيضاء والكاردي وداك الشيء راه كينقب فيه. يلا تحياتي لكم وخليه دبر راسو. ها الخوت بالنسبه لذكر الله وطار، ها هو كان فوق الباش هنا، ها هو ها هو فين طلع، ها هو الخوت فين طلع، شتو 100% بلي بحال الا بغى يولف، انا والله اعلم، راه طار هنا فوق الباش ومن فوق الباش هو يطلع هنايا. دابا هو يمكن كيحفاظ، يقدر 100% يرجع، الله اعلم يقدر يرجع. انا تنقول حيت الا ما لقاش الماكله فشي قنت غادي يرجع باش ياكل هنايا. ها هو تيشوف مسكين، ها انا الخوت انا مشيت لعندو ولا بلاش، ها انتما والله ما خايف مني الخوت، الله ما خايف مني، ها انتما شتو والله ما خايف مني لحقاش، كنت كنتهلا فيه واعتقته، راه كان والله العظيم الى النهار الاول الخوت فاش النهار الاول فاش شديته عتي كان عطشان عطشان عطشان، خشيت ليه راسو في الماء، خشيت ليه في راسو في الماء، عطشان بزاف اكثر من القياس. حنا غنبينوا ليه شويه الماء نشوفوا واش غادي يشرب. يلا خليكم معايا الخوت، اجي مورايا شوفوا واش غادي يشرب الخوت ولا لا، شوفوا واش غادي يشرب. كيبان باه كيبان باقي صغير مسكين ياك، ماشي مشكل خليه دابا هنا على راحته، بغى يطلع فوق الشجنه خليه على راحته الخوت ما نبرسطوش. يلا اجيو معنا اجيو. يلا الخوت نتمناو الخير، نخليه دابا راه ما نبرسطوش الخوت، ربما الله اعلم يقدر يرسي يبدا يولف يبدا يطير عندنا ان شاء الله. بالنسبه للحميمات كيف كتلاحظوا راه ما بغاوش يطيروا، يعني راه ما عندنا ما نديرو. ها شكون؟ اه حنا غنهبطوا دابا كيف قلنا الخوت. بالنسبه للشنابره راه كيف لاحظتوها ما بغاوش يطيروا. اجي من هنا بنيتي اجي اجي عندي انا الخوت هما الحميمات. هما راه ضروري غادي يطيروا كيف قلنا، راه عمرت ليهم البانيو ديال الماء. شوف شوف البدعه كيتشخلع كيف قلنا، راه عمرنا ليهم البانيو ديال الماء باذن الله، ونتمناو الخير هذا ما كان، والله المستعان. كيف قلنا راه ما باغينش يطيروا، ولينا نخليهم على خاطرهم
وغادي نهبط فحال نحيد واحد الريشات هنا كيخلعوهم ها هما. ها انت ما شوف الخوت هاد الريش هذا الريش ديال ديك الحمراء هادي شدها بوعميره 100% وكلاها هنا، حيت كنلقى بعض الخطرات الريش هذا راه الريش وفيه الجلده، فيه اللحم الخوت، هاي اللحم شتوها، فيه اللحم ديال الحمراء. هاد حتى هي شديها جري ليها سبقيها. يلا الخوت نخليكم في رعاية الله إن شاء الله، والله يرحم لكم الوالدين، وتحية الخوت والحباب كاع اللي كيبغيونا في أرض الوطن وخارج الوطن، وإن شاء الله نتمنى ونتلاقاو شي فيديو يكون زوين، ونتمنى والحميمات يجيو الباقية إن شاء الله، كيف قلنا الخوت الباقية إن شاء الله يجيو، نتمنى واليوم تطلع لنا شي حميمة بإذن الله، كنتمنى والخوت إن شاء الله، والله المستعان. يلا تحياتي لخويا جهاد وصابرينا، خويا عبد الناصر من ألمانيا، خويا سفيان من نجليز، وخويا سفيان من حي بيعات، خويا سفيان كذلك من حي بيعات، خويا عز الدين، خويا عمر من مدينة الدار البيضاء شمس الدين، خويا بحال شي حمامة بانت لي تخلعت، خويا منير كذلك من مدينة الدار البيضاء، وتحية ذكر الله راه باقي هنا فوق الشجنة، وتحية لخويا خويا جلال الدين من مدينة آسفي، هذا واحد من المتابعين القدامى، وما نساوش تحية كبيرة للطونديم سي محمد سليم والطونديم الآخر يوسف الشعبي، الله يرحم لكم الوالدين، وتحية الهيتم، وتحية الخويا إبراهيم، والناس كاع اللي كيبغيونا في أرض الوطن وخارج الوطن، خويا أمجد من مراكش، والبطل ناصر الدويلة، وخويا سعيد من قلميم الله يحفظك ونجيك، خويا عبد الناصر من ألمانيا، وخويا حميد جاب لك الشفاء، وخويا رشيد من إيطاليا، وما نساوش مصطفى الأص من بلجيكا، وعائلة أمرح وعائلة طه، ابتسام وربيع طه، وخويا حسن دحمد، خويا إبراهيم من مدينة الصحراء المغربية، خويا وحيد من لندن الله يحفظكم وينجين، وما نساوش خويا كريم والابن ديالو من أكادير، والابن ديالو ريان، تحياتي لكم. بالنسبة للذكيرة الخطرة غادي يحاولوا ما أمكن يصيفطوه ليا مع شي حد اللي جاي لهنا الرباط، وغادي تطلق بإذن الله من الرباط، وضروري غندير لي فيديو. وتحية لخويا عزيز من السعودية، والرئيس خالد ما نساو حتى هو، وخويا سمير من كندا، وخويا البشير، والله يرحم لكم الوالدين، خويا علاء الدين من تيفلت، وخويا أمين من إسبانيا الله يحفظكم، خويا عزيز فضلي كذلك ومثال، والله يرحم لكم الوالدين كاملين الخوت، ونتمناو الخير لينا ولغيرنا، وخويا ابو عبيد شتيوي، وخويا محمد من مدينه فاس الله يرحم لكم الوالدين، ونتمناو الخير هذا ما كان، والله المستعان، وان شاء الله الى فيديو قادم بحول الله الخوت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونتمناو الخير، نتمناو هادو يطيروا، ما بغيت ندير لهم حتى شي حاجه الخوت، خليهم هنا على خاطرهم. بالنسبه لذكر الله كيف قلنا الخوت وكنقولها مازال، حتى تشوفوا ذكر الله مسكين ها هو غير حدايا، ها هو شفتوه ها هو حدايا، ها انتم نقدر كاع نقرب ليه كاع بيدي، والله ها انتم والله العظيم الا حداه بيني وبينه والله ما كامله نص متر، والله ما مسكين ما تحرك، ها انتم شوف يدي، ها انتم شوف يدي، اشوف يدي انتم، والله العظيم الا شي 20 سنتيم اللي بيني وبينه، هانتوما انا نقيسو كاع، انا نقيسو الخوت، انا نقيسو، خلي ما بغيتش ندعرو، نخليو الخوت. يلا تحياتي لكم، شني بغات راه بانوا لي غادي يطيروا الخوت، شوف واحد جوج كيبداو كيديروا، نتمناو الخير والتيسير، كيدابزو، نتمناو الخير والتيسير، والله المستعان، ان شاء الله غادي يطيروا الخوت، ان شاء الله الشنابر غيطيروا غيبقاو يحنقزوا حتى يطيروا، لانهم راهم كبار واش ديال الطيران. يلا تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا سلمي عليهم. السلام عليكم، تحياتي لكم كاملين، والى فيديو قادم بحول الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا على المشاهده، ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناه.